المرة راح يكون لي تكريم من طرف ملتقى المرأة والآفاق الديمقراطية، وأنا جدا سعيدة بهذا التكريم وجدا سعيدة بتواجدي مع مجموعة كبيرة من ما شاء الله السيدات الرائدات المغربيات في عالم السياسة وعالم الأعمال. والحمد لله كنشوف أن نسائنا المغربيات وصلوا لأفق كبيرة وإلى قمم عالية جدا. يمكن في كثير من الناس ما يعرفوش أن المرأة المغربية صارت ما شاء الله سفيرة وبرلمانية وما شاء الله الله، وطبعا هذا كله بفضل صاحب الجلالة سيدي الملك محمد السادس، اللي دائما كيحث ان المرأة المغربية تكون لها مكانة في المجتمع متساوية مع الرجل. غير عن هالمواضيع هذه، الداخلة جميلة جدا ويبغى لكم تجوا تزوروها، لان اصبحت من اهم المدن المغربية السياحية، فيها ما شاء الله مناظر طبيعية خطيرة جدا. احس كأني مش في المغرب، احس كأني في مالديف والله العظيم. اجواء رائعة، جو جميل، والناس والطيبوبة والسمك، اوه سمك طيب جدا. وطبعا كان قريب، كان في الداخلة ملتقى كريس مونتانا، اللي هو اعطى انتعاش اكثر للداخلة وخلى الناس تجي اكثر من جميع دول العالم. وكاين اللي كيديروا كايت سيرفينج هنا بزاف، وما شاء الله دابا ولا اهتمام اكثر بالفن، ولو بزاف ديال الفنانين الممثلين كيجيو يزوروا الداخلة، هذه المدينة الساحرة والجميلة واللي اصبحت غالية على قلبي. وانا من ضمن هذه الفنانين اللي اصبحت كل منزل المغرب الا ولازم نكون متواجدة في الداخلة، وان شاء الله لازم يكون لي عمل. وهذا اللي أصريت أن هذه السنة راح نديره، عمل مغربي صحراوي بحت، حتى أنه يوضح للأقاليم الثانية ويوضح للشعب العربي أن كاينة مدينة اسمها الداخلة، عندها عراقة وعندها أصالة وعندها تقاليد جميلة جدا. فأتمنى إن شاء الله أن هذا العمل يلقى إعجاب الجمهور المغربي والجمهور العربي، وراح إن شاء الله أبذل كل ما بجهدي أني أوصل ولو شيء بسيط من تقاليدنا المغربية الصحراوية العريقة. يمكن في ناس كثير ما يعرفوش أنا قبل ما ندخل المجال الإعلامي والفني، أنا مهندسة بيئة قسم كيمياء، خريجة الجامعة الأمريكية 2007. ولكن سبحان الله، مرات الإنسان كيدرس شيء ولكن كيتجه لمجال آخر. فسبحان الله، هذا كان طلب من العائلة والوالدة، والحمد لله أخذت الشهادة وهذا واشتغلت في مجالي. ولكن حبي بالأضواء والشهرة، وأنا كنقول هذا على فكرة مش عيب، لأن في كثير من الفنانين من دون ذكر أسامي يقول لك لا احنا دخلنا المجال نحن نوصل رسالة. صحيحة الرسالة موجودة، ولكن وئام يمكن شوية صريحة مع نفسها ومع ذاتها أكثر. أنا نحب الأضواء ونحب الشهرة، وما نقدرش نعيش بدون أضواء وشهرة، وما نقدرش نعيش بدون حب الناس. أكيد لازم نقدم لهم فن، شيء باش هم يحبوني. وهذا اللي كان يعني كان حاول أني نجتهد ونقدم شيء مميز ما قدموش غيري. تواجدي في المغرب، يمكن هذه السنة أصريت، أو هذا كان جهد مني شخصي أني ندخل للمغرب. يمكن هذه يمكن ما شاء الله يمكن 10 أو 8 مرة ندخل المغرب هذه السنة فقط، بعد ما غنيت في أوبريت أو ملحمة المغرب المشرق، اللي كان فيه طبعا كثير من الفنانين، 15 فنان وكنت أنا من ضمنهم. وغير عن حرصي على تواجدي في كثير من المهرجانات السينمائية والفنية، طبعا هذا أني نوضح للجمهور المغربي والشعب المغربي أن هناك فنانة مغربية متواجدة خارج أرض المملكة. شوية وبطير. على فكرة دائما كنقول في أي لقاء أو أي حوار يجرى معي، كنقول لهم الفنان ما خصوش يكون عنده ذيك النرجسية، أنه لا خلي الصحافة هي اللي تتواصل معي. طيب الصحافة يمكن ما عرفتكش أنك أنت مغربي، فليش أنت ما تبين لهمش أنك أنت فنان مغربي وعندك رسالة فنية وصلت بها للعالمية؟ بالعكس، هذا شيء جميل ومش عيب ولا غلط. ويمكن في كثير ناس يتساءلوا يقول لك ليش وئام تسنت هذه المدة هذه كلها؟ تسنيت هذه المدة، أنا بديت في المجال الفني من 2009 لغاية دابا، فانتظرت لين ما يكون عندي رصيد فني قوي على الأقل ننزل ونعرف بنفسي أني أنا مثلت وقدمت ودخلت السينما الباكستانية والسينما الهندية ودرت مسلسلات خليجية. فالحمد لله، وهذه إكسبرينس صغيرة. أتمنى إن شاء الله أن يكون لي أعمال مغربية وأعمال عالمية أكثر، ونحبكم ياسر 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 يا هل الداخلة يا ونبيكم.